أعلن النجم العالمي مايك تايسون عن انطلاق فرع جديد لأكاديميته المتخصصة في اللياقة البدنية بدبي، وذلك في مؤتمر صحفي حضره عدد من النجوم. كاميرا عربوت تواجدت ورصدت أجواء المؤتمر. أعلنت أكاديمية مايك تايسون عن عقد مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاقها عالميا في دولة الإمارات العربية المتحدة. Dubai seemed like the best place to do it at the particular time. Both of my partners thought it was the best place. They thought it was the best insight at this particular time. وتقام هذه الفعالية الفريدة من نوعها بالتعاون بين أكاديمية مايك تايسون ووكالة فريد فينشي وموقع فاش سوق بحضور نخبة من نجوم المجتمع. ويتضمن الحفل حوارا مع مايك تايسون يتحدث فيه عن رؤيته لأكاديمية مايك تايسون وقصة حياته ومسيرته الرياضية المثيرة والتي أدت به إلى افتتاح الأكاديمية. The difference between having a gym and having the right gym. Our gym is the right gym and our academy is the right academy. تتيح هذه الأمسية أيضا فرصا للقاءات التعارف الحصرية إلى جانب إقامة مزاد علني مميز مع توقيع الأسطورة الحية مايك تايسون على جميع الأغراض المباعة ضمنه. The definition of discipline is doing what you hate to do and do it like you love it. And so that's why discipline is a really important asset in fighting and in life in general. كما يستضيف الحفل النحات الفرنسي الشهير جان باتيست سيكلر والذي اشتهر بنحته لتماثيل فريدة لأشهر الشخصيات العالمية مثل ليدي غاغا وباراك أوباما ومايكل جاكسون. يأتي هذا النحات الشهير ليقدم تماثيل فريدة لمايك تايسون ليوقع عليها أسطورة الملاكمة.